أنا مش بلساني برنم لك متاخد بالألحان، ولما بصرح لك وبقول لك وحدك إلك السلطان. أنا بعني كلامي من قلبي وبعلن إنك سيدي وربي، بلساني وقلبي وبكياني بحبك وبعقلي كمان. إيماني مش بس مشاعر محكومي بالظروف، ولا حاطت ثقتي وضماني بمصدر مش معروف. إيماني ثابت عكلامك، مستقبل عمري قدامك، بلساني وقلبي وبكياني مصدق وبعقلي كمان. بلساني وقلبي وبكياني مصدق وبعقلي كمان. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشا أحلى اسم عشفافي، يسوع بينطى. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشا أحلى اسم عشفافي، يسوع بينطق. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا أو يعطينا الخلاص. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا أو يعطينا الخلاص. ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، لا تخلص من النار ما إلك إلا يسوع. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشا أحلى اسم عشفافي، يسوع بينطى. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشا أحلى اسم عشفافي، يسوع بينطى. ولو من حمل تعبان والهم زاد عليك أو كترت الأحزان وهجر النوم عينيك، لو من حمل تعبان والهم زاد عليك أو كترت الأحزان وهجر النوم عينيك، لو كان أملك خاب من قسوة الأحباب، لو كان أملك خاب من قسوة الأحباب، ولو ما بقي أصحاب ما إلك إلا يسوع. اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشا أحلى اسم عشفافي، يسوع بينطى. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي المشاهدين، بحييكم وبرحب فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج وبعقلي كمان. بتمنى لكم برفقتنا وقت ممتع ومبارك. مين منكم سبق وسمع بهالأسامي اللي رح قلكم إياها؟ BBDO أو ويليام سي دارسي، جاك تينكلر أند بارتنرز، جي والتر تومسون،
إذا أنتوا كمان ما سبق وسمعتوا بهالأسامي ولا مرة من قبل، صدقوني بيكونوا أصحاب هالأسماء فرحانين كتير، مش لأنه ما بدهم حدا يعرفهم، ولكن لأنه هودي أسماء شركات إعلانات عالمية، وشركات الإعلانات مش موجودة حتى تعمل اسم لنفسها، ولكنها موجودة حتى تعمل اسم للمنتجات والشركات اللي عم تعلن عنها. صحيح يمكن ما تكونوا سمعتوا بأسامي الشركات قبل اليوم، بس مستحيل ما تكونوا سمعتوا بالبيبسي كولا أو بالماكدونالد أو بالكوكا كولا أو بالكي أف سي وغيرهم من منتجات عالمية كتير. هالشركات اللي ذكرتهم بالأول كان دورة أنه تخلي المنتجات اللي هلأ ذكرتها معروفة بكل العالم، وبالتأكيد نجحت. بتعرفوا ليه؟ لأنها عرفت منيح شو دورة. معكم خبر أصدقائي أنه نحن دورنا بهذا العالم مثل دور شركات الإعلانات، موجودين نخبر حتى نخبر، يعني وجودنا بالعالم حتى نخبر عن الرب ونوصل فكره للعالم من حولنا. وإذا صح التعبير، كل مؤمن هو شركة إعلانات سماوية، وظيفته أنه يسوق فكر الله ويعلن عن الله بكل مراحل حياته، وخصوصي بأوقات النجاح. نعم، بأوقات النجاح. معك خبر أنه نجاحك المقصود منه هو أنك تظهر من خلاله قدرة الله وحكمته ودوره بهذا النجاح. بس نحن للأسف شاطرين نتهم الله بأنه له الدور الأكبر بمصايبنا. بس تصيبنا مصيبة، شو عامل لله؟ ليش الله ضرب فلان؟ ولما توصل القصة للنجاح منقول نحن اللي عملناه. لما بدأ يوحنا المعمدان خدمته بيقول متى ببشارته: حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية، سمعوا بيوحنا فكل العالم طلعت لعنده، وجميع الكورة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. كانت خدمته ناجحة كتير وعم تكبر يوم بعد يوم. وفي يوم اجوا تلاميذه لعنده وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت شهدت له؟ هو يعمد والجميع يأتون إليه. كأنهم عم بيقولوا له: أنت شهدت عنه وعطيته كريدت والناس صارت تروح لعنده بدل ما تجي لعندك؟ يوحنا المعمدان كان عارف دوره كتير منيح، كان عارف أنه هو مجرد صوت صارخ بالبرية حتى يخبر الناس عن المسيح. منشان هيك جاوب تلاميذه وقال لهم: فرحي هذا قد كمل. ليه؟ قال: ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. شو هالعظمة بشهادة يوحنا، شو هالشهادة الحلوة ليوحنا المعمدان. كان كل همك يا يوحنا أنه الناس تتعرف على المسيح، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. نعم، هذا كان كل همه. مشان هيك قال: ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. بيوم من الأيام كنت قاعد عم بتأمل بكلمات يوحنا المعمدان وبموقفه، فما لقيت نفسي إلا مسكت العود وكتبت مطلع هالترنيمة اللي بتقول: قلت له: من حقك أنت تزيد وكل الباقي ينقص، وبتثبت أنت الوحيد لما العالم يخلص. من حقك أنت تزيد وكل الباقي ينقص، وبتثبت أنت الوحيد لما العالم يخلص، والشعب اللي تابعك بالسما رح يسكن معك، والشعب اللي تابعك بالسما رح يسكن معك، وكل الشعوب اللي مرضت تخضع لك برضاها ورفضت، رح تسجد كلها إلك، رح تسجد كلها إلك. بتعرفوا تواضع الرب يسوع بيحكي عنه الرسول بولس برسالته لأهل فيليبي بالإصحاح الثاني، بيقول: الذي وإذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله،
ولكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يقول لك لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بشكر رب أن الناس حبوا هالترنيمة كتير، وبكل مرة برنمها بشوف الناس كيف عم تتفاعل معها، بصير بسأل حالي هل حقيقة هالناس اللي عم بيرنموا قدامي بيعنوا الكلام اللي عم بيقولوه من كل قلبهم؟ أو خليني حط السؤال بطريقة أفضل، هل حقيقة يا أيمن أنت بتعني الكلام اللي عم ترنمه بتعنيه من كل قلبك؟ وإذا كنت بتعنيه من كل قلبك، هل عم يظهر الشيء بحياتك؟ الناس بتشوفه؟ اسمعوا مثلا شو عم أقول بالمقطع الأول، يمكن سامعين للترنيمة بس عم أقول بالمقطع الأول. علمني كيف خلي الناس تشوفك أنت فيي، قول أكرم قول، لي ولا مقياس إلا رضاك علي. كمان علمني كيف خلي الناس تشوفك أنت فيي، ما بيرضيني ولا مقياس إلا رضاك علي. معلي خلوني وقف، بس هو هذا الهدف من البرنامج. بنص الترنيمة وقف، يمكن مع الوقت بتصير تتعلم انت وعم ترنم تفكر، بس بدي وقف هون شوي. قديش في اشياء بعملها بحياتي وبيكون هدفي اني ارضي الناس؟ مرات حتى انا نفسي بكون مقتنع بانه اللي عم بعمله هدفه انه اني انا اكون فرحان فيه، واوقات يمكن ما بكون مقتنع باللي عم بعمله، بس مع هيك بعمله. ليه؟ لانه الناس بترضى فيه، بعملوا كرمال الناس. تعرفوا شو عم بتعلم يوم بعد يوم؟ عم اتعلم انه بكل مرة بعمل الاشياء بالطريقة اللي بيرضى عنا يسوع بلاقي حالي فرحان ومكتفي، حتى ولو بعض الناس ما كانوا راضين. وما بهم ابدا قديش هالناس قراب او بعاد عني، المهم عندي يسوع وهالقناعة سببها علاقتي معه. مثل ما قال داود، أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك. معلي رح أرجع عيد الكلمتين اللي كنت عم أقوله، نشوف. علمني كيف خلي الناس تشوفك أنت فيي، ما بيرضيني ولا مقياس إلا رضاك علي. قول معي علمني كيف خلي الناس تشوفك أنت فيي، ما بيرضيني ولا مقياس إلا رضاك علي. بغفى أنا وعم فكر فيك، بصحى وقدامي بلاقيك، وبشبع لما بيجي وبتسمع لكلامك، بصغي وبحكيك. تعرفوا أنه في كتير إشياء بحياتي ممكن تتحول لآلهة بسهولة، تصير آلهة بحياتي. بدك تستغرب شو مثل شو؟ خدمتي بالكنيسة ممكن تصير إله لإلي، خدمتي بالميديا ببرامج التلفزيون ممكن تصير إله لإلي، خدمتي كمرنم اللي طب ما أنت عم تخدم الرب، نعم بس خدمتي ممكن تصير إلهي مش الله. أولادي ممكن يصيروا إلهي، زوجتي، وبقدر عدلكم إشياء كتير، وأنا أكيد إنه كل واحد فينا بيقدر يعد إشياء، بيقدر يسمي إشياء كتير بحياته ممكن تتحول لآلهة بسهولة. شو يعني آلهة؟ تعرف شو هو الإله؟ الإله اللي بتغفى قبل ما تنام أنت عم تفكر فيه، وبتصحى الصبح بيكون أول شيء بتلاقيه قدامك. بدكن أعطيكم أمثلة؟ قديش في ناس اليوم صار الفيسبوك إلههم، بغمض عينه بيغفى هو عم يطلع على الفيسبوك، فتح عيونه الصبح أول شيء بيفتحه بجيب الديفايس تيطلع على فيسبوك. قديش في ناس صارت الديفايسز إلهتهم، قديش في ناس صار شغله إلهه. تعرف شو قال كاتب المزمور؟ اسمع شو بيقول. بيقول باطل هو لكم أن تبكروا القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب. تعرف شو يعني؟ باطل لألكم أنه من تفتيح عيونك الصبح تصحى من قبل الفجر تتروح على شغلك وتجي مؤخر، بيقول لك ولكنه يعطي حبيبه نوما، حتى هو نايم بيعطيه. ليه؟ لأنه إلهه.
الإله هو اللي بقدم له زبدة أفكاره. فلما عم قل له للرب يسوع أنت إلهي، بغفى أنا وعم فكر فيك وبصحى وقدامي بلاقيك، مين عم ياخد فكرك قبل ما تنام؟ مين عم ياخد فكرك قبل ما تنامي؟ الآلهة اللي بتصير بحياتنا آلهة، يعني عم قدم لها أغلب وقتي، كل طاقتي، كل مواهبي، كل مقدراتي، مستعد استثمر، يكون عندي جهاز تليفون جديد بعدني شاريه ما صار له زمان، بروح بدفع زيادة 700 من $100 حتى جيب تليفون جديد، تضل جديد دايما عندي أحلى ديفايس. ولما بيوصل الموضوع أني أدفع عشوري بالكنيسة، لا too much. هل في شيء بالدنيا كله بيستاهل ياخد هالمكانة بحياتي، مكانة الله؟ صدقوني ما بيلي هالمكان إلا بيسوع وحده. منشان هيك لما وصلت بالترنيمة للبيت الأخير قلت له وحدك أنت بليق عليك، وحدك بليق عليك وحدك يا رب. في العبارة بالإنجليزي بتقول praise looks good on you، وحدك أنت بليق عليك، اسجد لك يا يسوعي واركع وبوس لك إجريك وغسلهم بدموعي. أخوتنا المصريين يمكن شوي كلمة إجريك صعبة، رجليك، يعني وحدك أنت اللي بليق قدامك، اركع وأقبل رجليك وغسلهم بدموعي مثل ما عملت المرأة اللي سكبت الطيب. قلت له واسكب عندك كل الطيب. تعرفوا ليش نقولها حكي؟ وحدك انت بليق علي، اسجد لك يا يسوعي واركع بوس لك اجري وغسلهم بدموعي. وحدك انت بليق علي، اسجد لك يا يسوعي واركع بوس لك اجري وغسلهم بدموعي. واسكب عندك كل الطيب ولا لحظة عن عيني تغيب، اسكب عندك كل الطيب ولا لحظة عن عيني تغيب. لقيتك صرت الكنز بعمري وصار العالم عندي غريب. بتذكر الكلام اللي قاله الرسول بولس، قال أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به، أي بالصليب، قد صلب العالم لي وأنا للعالم. العالم مات بالنسبة لي، ما بقى يعني لي. اسكب عندك كل الطيب ولا لحظة عن عيني تغيب. ولما عم قله لقيتك صرت الكنز بعمري، صرت أنت الكنز بعمري، تذكروا لما الرب يسوع قال يشبه ملكوت السماوات، إنسان وجد كنزا مخفا في حقل فذهب وباع كل ما له واشترى ذلك الحقل. تعرف ليه؟ لأنه مقدر قيمة الكنز اللي موجود فيه. لكل شخص التقى بيسوع المسيح وأخذ يسوع مخلص شخصي لحياته، بدي أسألك بأمانة، هل مقدر مين يسوع؟ عارف مين يعني يسوع بحياتي؟ كمان مرة برجع بقول لكم سامحوني، مش هدفي أني أنتقد حدا، بس مرات دوري كخادم أني أحكي مع حالي قبل ما أحكي مع أي حدا. وهذا السؤال صدقوني أني بكرره على مسمعي، على مسمع ذاتي حتى أنا وقاعد، قل له يا رب ساعدني أني دايما أدرك أنت مين بحياتي. تعرف أنا مع مين شريك؟ الكتاب تعرف شو بيقول عني وعنك؟ أنه نحن صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. أنا شريكي منه رئيس بلد، منه ملك بمملكة عادية على الأرض، شريكي هو يسوع، أو بالأحرى أنا شريكه. لا وشوف أي أحلى شركة بالدنيا، واحد بيقول لك فايت شريك ب2% ب1%، هو 100% وأنا ماشي، شالني من مزابل العالم وعملني شريكه. ما قدر قيمة شو يعني أنه أنا ويسوع شركاء، أنا شريك معه بالميراث بالسماء، أنه مثل ما هو بيحكي مع الآب وبيقول له أيها الآب أعطاني هذا الامتياز، أعطاني هذا السلطان أن يصير أقول لأ الله يا أبوي يا بابا.
مشان هيك أنا ما بدي حس حالي عم بوعظ، أنا عم قول إلي وإلكن يسوع غالي كتير. أليفاز التيماني قديما قال له لأيوب، قال له يا أيوب تعرف به واسلم. كانوا قاعدين عم ينتقدوا أصحابه، قال له تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير. وقال له إذا ألقيت على التراب تبرك، التهب اللي عندك، إذا ألقيت على التراب تبرك، وذهب أوفير اللي بتفتخر فيه، يعني ذهب أوفير بين حصى الأودية، يعني إذا حطيت كل الكنوز اللي عندك وتخليت عنك كرمال الله. قال له إذا ألقيت على التراب تبرك، وذهب أوفير بين حصى الأودية، يصير العلي تبرك وفضة أتعاب لك. رب يسوع قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ كل كنوز الدنيا ما بتساوي أبدا إني أنا أكون شريكه ليسوع. لما عم قل له بسكب عندك كل الطيب، ولا لحظة عن عيني تغيب، لقيتك صرت الكنز بعمري، وصار العالم عندي غريب، أنا صرت غريب بالنسبة للعالم. مش هو قال هيك؟ مش هو قال أنتم لستم من العالم كما أني أنا لست من العالم؟ ليش يا مسيحي بعدك متمسك بالعالم؟ ليه متمسك بالعالم وكأنك رح تاخده معك؟ مش رح ناخد شي معنا، مش رح ناخد إلا يسوع، هو الوحيد اللي باقي لي، بس اترك هذا العالم. عشان هيك قلت له لقيتك صرت الكنز بعمري وصار العالم عندي غريب. برجع للكلام اللي قاله الرسول بولس قبل شوي، قلته أفتخر بصليب يسوع المسيح. ليه؟ الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. العالم صار ميت بالنسبة لي، ما بقى يعني لي شيء من العالم. كل اللي بيعني لي شيء واحد، إني أعيش بهالعالم مثل ما هو بده ياني. بده ياني يكون نور، بده ياني يكون ملح. يمكن تستغربوا بهالحلقة ما في ضيف، لأنه مسائبة إنه الترنيمة أنا اللي كتبها، فقبلوني أنا ضيفكم اليوم وعم قلكم عن اختبار. صار لي 21 سنة مع الرب، بزعل على كل دقيقة عشت بعيد عنه، وما بندم ولا على لحظة مضيتها بمحضره. في تعبير حلو بالإنجليزي بيقول You will never have enough of him. اوعى تفكر انه رح يجي وقت وتقول خلص اليوم شبعت اخذت كفايتي من يسوع. ولا لحظة، ولا لحظة رح يجي وقت بالحياة انه اشبع من القعدة بمحضره. عشان هيك بقول له يا رب شكرا لك انك مش بس عاطيني حياة على هالارض ووقت اني ادخل الى محضرك، عاطيني ابدية كاملة رح مضيها معك. بس من هلا لحتى اوصل لعندك علمني كيف خلي الناس تشوفك انت فيي، علمني كيف ما يرضيني ولا مقياس إلا رضاك علي، علمني كيف اغفى أنا وعم فكر فيك وأصحى وقدامي بلاقيك، علمني كيف اشبع لما اجي واتسمع لكلامك، علمني كيف أصغي وكيف أحكيك. لما عم نقول بقلبي وبعقلي كمان، هيدي العبادة اللي عم يطلبها الله، مش اللي عم بيقلك عنا أيمن كفروني. العبادة اللي عم بيقلنا إياها الله إنه بفكري لما إجي قدامه ورنم ترنيمة مثل هالترنيمة أو مثل أي ترنيمة فيها كلام بحبه، خليني أفكر فيه، هل حقيقة عم قل له إياه من كل قلبي؟ لأنه صدقوني بليق عليه، صدقوني بيلبق له أني سبح اسمه، لأنه إلهنا كل ما أنت ترفعه كل ما هو بيرفعك. هو بيقول أنا حاشا لي أنا أكرم الذين يكرمونني. كل شيء بتكرم الله بحياتك هو بيكرمك، كل شيء بتقدم الله بحياتك هو بيقدمك. تكرمه بولادك رح يفرحك فيهم، تكرمه بشغلك رح يشبعك فيه، تكرمه بمالك رح يشبعك. الله بيستحق أنه يكون الأول بحياتنا. هلأ بعد شوي رح نختم الحلقة أنا وياكم بالترنيمة كاملة. يا ريت نحن عم رنمها هالمرة تتأمل بكلماتها معي، وانت عم ترنمها قل للرب يا رب أنا مش عم رنم لك بس بلساني، ولا بدي أنه اللحن ياخدني. يا رب أنا عم رنم لك بلساني وبقلبي وبكياني وبعقلي كمان، أعطيني القوة حتى أقدر أعيش كل كلمة عم رنم لك إياها. بختام الحلقة بدي أشكركم على متابعتكم، وقبل ما أختم الحلقة بالترنيمة كمان مرة اسمحوا لي أني أشكر مركز الناصري لخدمات البث والاتصالات بالشرق الأوسط على دعمه لهذا البرنامج. وما ننسى أبدا أنه قناة الملكوت إيمانة بهالبرنامج وإيمانة أن توصل فكرة الله من خلال هذا البرنامج، أعطتني هذه الفرصة حتى أجي أوقف قدامكم، وكان إلى دور كبير بإنتاج هذا البرنامج لحتى يكون بمتناول أيديكم بكل أنحاء العالم. حلقتنا اليوم خلصت، رح نرنم أنا وياكم من حقك أنت تزيد. بعطيكم موعد بالحلقة اللي جاي، والرب يكون معكم.
من حقك انت تزيد وكل الباقي ينقص، وبتثبت انت الوحيد لما العالم يخلص. من حقك انت تزيد وكل الباقي ينقص، وبتثبت انت الوحيد لما العالم يخلص. والشعب اللي تابعك بالسما رح يسكن معك، والشعب اللي تابعك بالسما رح يسكن معك، وكل الشعوب اللي مرضت تخضع لك برضا ورفض، رح تسجد كلها إلك، رح تسجد كلها إلك. والشعب اللي